تعمل المنظمات الدولية على دعم المشاريع الصغيرة لطلبة الأقسام المهنية في تربية نينوى والخريجين على حد سواء. مشاريع صناعية وأخرى تخص التكنولوجيا الحديثة عرضت بعد اعتمادها من أجل خلق فرص عمل لطلبتنا الأعزاء من خلال المشاريع اللي قدموها طلبتنا من خلال هذا المعرض، سواء كان في جانب الزراعي والصناعي وفي جانب الأجهزة الطبية والأجهزة الحديثة. أكثر من 30 مشروعا قدم خلال هذا المعرض، و125 طالبا وخريجا اعتمدت مشاريعهم من قبل المنظمات الدولية لغرض تمويلها على شكل دفعات. دائما نحاول قدر الإمكان نغطي على جوانب عديدة للتربية، خصوصا تربية محافظة نينوى وباقي التربيات على مستوى العراق. لديها كثير من الاختصاصات المهمة اللي ممكن تكون في المستقبل عوامل مساعدة على توفير فرص عمل للشباب. الهدف الرئيسي والفكرة الرئيسية احنا نحاول نخلق فرص وفرص عمل وسوق عمل متناسب مع التطور التكنولوجي الموجود. وتعمل المنظمات الدولية منذ فترة ليست بالقصير على دعم وتمويل المشاريع الصغيرة، لتستهدف هذه المرة الطلبة والخريجين بمشاريعهم التنموية. عمر أزيدوان، نيوز الموصل.